يبدو أن هذه الفتاة تعودت هي وأسرتها على التعايش مع كورونا في حياتهم اليومية. حالهم حال الكثيرين، أخذوا على عاتقهم أن يكونوا هم المسؤولين عن حماية أنفسهم بشكل أساسي بأخذ سبل الوقاية. نعم، تعايشت مع الفيروس اللي هو الكورونا، بس وين ما بدي أطلع بلبس ماسكي وجلفزاتي وبترك مسافة بيني أنا والناس، عشان لازم طبعا ندير بالنا على حالنا، وعشان الفيروس لازم نحمي مش بس حالنا، نحمي الناس معنا. ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا زاد من ثقافة الالتزام بإجراءات السلامة من قبل مواطنين كثر مقارنة بالأشهر الماضية. الحالات قاعدة بتزيد، وإحنا الآن إحنا تعيشنا كل شيء، فإحنا الآن إحنا بنواقي نفسنا بأنفسنا. صرنا لما نفوت على أي محل نلبس الكمامة، نحط الهايجين، يعني إحنا صرنا نتواقى، لأنه صار عندنا وعي، عند المواطن وعي، وصار المرض يعني صار شيء طبيعي موجود ولازم إحنا نتكيف معه. بالكمامات وبالتعقيم الدائم بشكل دائم، وطبعا عدم المخالطة والسلام نبعيد، يعني هاي الأمور الواحد يحتاط فيها لازم. بالنسبة لهذا المرض وهذا الفيروس اللي صار عندنا وانتشر عندنا بشكل أعداد كبير بالألف وبالألفين باليوم، صرنا نتخذ الوقاية أكثر من أول، التباعد، الكمامة، الجلوس إلى الكراسي الخلفية، التعقيم. التعايش مع الجائحة بفتح النشاطات الاقتصادية وعودة الحياة لشبه طبيعتها محفوف بالخطر وأصبح واقعا، إلا أن هناك الكثير من السلبيات لدى مواطنين خصوصا في الأماكن العامة بعدم الاكتراث بخطورة المرض وعدم الالتزام. الناس بتلاقيها مش لابسة كمامات، وبس تطلع من المحل بتشلحها بيحكي لك يعني الكورونا ما بتأثر فيي. الكل صار إنه الكمامة أهم إشي، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية والسلامة العامة لا شك إنها منتشرة، ولكن الكثير من الناس بالشارع ما عم بردوا إنهم يضلوا رافعين الكمامة. تسجيل عشرات الوفيات وآلاف الإصابات مؤخراً وزيادة نسبة التعرض للفيروس كبيرة في معظم الأماكن، أمر يتطلب التعايش معه مع إجراءات وقائية تحفظ سلامة المجتمع، خاصة مع استبعاد إنتاج لقاح قبل نهاية العام. ممارسة الحياة بشكل طبيعي ضرورة ملحة خاصة لتشغيل الاقتصاد والأعمال، وبالتالي فقد بدأت حياة اجتماعية جديدة مع كورونا، وأهم مميزاتها أن الأفراد أصبحوا مسؤولين عن أنفسهم بشكل رئيسي إلى جانب الإجراءات الحكومية. محمد الفايز، المملكة، عمان.